بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع عشر. الكلب. كان صبي فقير جالسا في الطريق يأكل قطعة خبز. كان فعل ماض ناقص. صبي اسم كان، فقير نعت، جالسا خبر كان. في الطريق متعلقان بجالسا، يأكل فعل وفاعل، وجملة يأكل في محل نصب خبر ثان لكان. قطعة مفعول به مضاف، خبز مضاف إليه. فرأى كلبا نائما بعيدا عنه. الفاء حرف عطف. رأى فعل وفاعل. كلبا مفعول به، نائما نعت أول، بعيدا نعت ثان، عنه متعلقا ببعيدا. فدعاه وأبرز له الخبز حتى ظن الكلب أنه سيعطيه منه لقمة. الفاء حرف عطف. دعا فعل وفاعل. هو مفعول به. وحرف عطف. أبرز فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. له متعلقان بالفعل أبرز. الخبز مفعول به. حتى حرف عطف. ظن فعل ماض من أفعال القلوب تنسب مفعولين. الكلب فاعل. أن حرف مشبه بالفعل، والهاء اسم أن. السين حرف يدخل على المضارع فيفيد الاستقبال، لا محل له من الإعراب. يعطي فعل وفاعل، والجملة الفعلية يعطي في محل رفع خبر أن. هي مفعول به، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها سد مسد مفعولي ظن. منه جار ومجرور متعلق بالفعل يعطي. لقمة مفعول به ثان. فقرب منه ليتناول الخبز. فحرف عطف. قرب فعل وفاعل. منه متعلقان بالفعل قرب. لي حرف جر بمعنى كي. يتناول فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حرف الجر. التقدير لأن يتناول. وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر. والجار والمجرور متعلق بالفعل قرب. الخبز مفعول به. وإذا بالصبي ضربه بعصا على رأسه. وحرف عطف. إذا حرف للمفاجأة بحرف جر زائد. الصبي اسم مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره. وإذا أبصر بالصبي ضرب فعل وفاعل، والجملة الفعلية حالية. هو مفعول به. بعصا متعلقا بالفعل ضرب. على رأس متعلقا بالفعل ضرب. ورأس مضاف، هي مضاف إليه. ففر الكلب صارخا من شدة الألم. الفاء حرف عطف. فر فعل. الكلب فاعل. صارخا حال من الفاعل. من شدة متعلقا بالفعل فر. وشدة مضاف، الألم مضاف إليه. وكان رجل في ذلك الوقت ينظر من شباك بيته. الواو حرف عطف. كان فعل ماض ناقص. رجل اسم كان، في ذلك متعلقان بالفعل ينظر. الوقت نعت. ينظر فعل وفاعل، وجملة ينظر في محل نصب خبر كان. من شباك متعلقان بالفعل ينظر. وشباك مضاف، بيت مضاف إليه. وبيت مضاف، هي مضاف إليه. فرأى كل ما حصل. الفاء حرف عطف. رأى فعل وفاعل. كل مفعول به مضاف، ما اسم مفصول. بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. حصل فعل وفاعل، وجملة حصل صلة المفصول. فأخذ عصا ووقف بالباب ودعا الصبي وأبرز له الثمن. الفاء حرف عطف. أخذ فعل وفاعل. عصا مفعول به. وحرف عطف. وقف فعل وفاعل. بالباب متعلقا بوقف. وحرف عطف. دعا فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. الصبي مفعول به. وحرف عطف. أبرز فعل وفاعل. له متعلقان بالفعل أبرز. الثمن مفعول به. فمد الصبي يده ليأخذ الثمن.
الفاء حرف عات، مد فعل، الصبي فاعل، يد مفعول به مضاف، هو مضاف إليه. لي حرف الجر بمعنى كي. يأخذ فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حرف الجر، التقدير لأن يأخذ، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلق بمد. الثمن مفعول به، فضربه الرجل بالعصا على أصابعه ضربة جعلته يصرخ أشد من صراخ الكلب. الفاء حرف عطف، ضرب فعل ماض هو مفعول به، الرجل فاعل، بالعصا متعلقا بضرب، على أصابع متعلقا بضرب، وأصابع مضاف هي مضاف إليه، ضربة مفعول مطلق، جعلت فعل وفاعل، وجملة جعلت نعت، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، يصرخ فعل وفاعل، والجملة الفعلية حالية. أشد نائب مفعول مطلق، تقديره صراخا أشد، من صراخ متعلقا بأشد، وصراخ مضاف الكلب مضاف إليه. ثم قال للرجل: كيف تضربني وأنا لم أطلب منك شيئا؟ ثم حرف عطف، قال فعل وفاعل، للرجل متعلقا بقال، كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، تضرب فعل وفاعل، والنون للوقاية، وياء المتكلم مفعول به، الواو واو الحالية، أنا ضمير منفصل مبتدأ، لم حرف جزم، أطلب فعل مضارع مجزوم، وهو خبر مبتدأ، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، وهو عائد على المبتدأ، منك متعلقا بالفعل أطلب شيئا مفعول به. فأجابه الرجل قائلا: وكيف تضرب الكلب وهو لم يطلب منك شيئا؟ الفاء حرف عطف، أجاب فعل ماض هو مفعول به، الرجل فاعل، قائلا حال من الفاعل، وحرف عطف، كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، تضرب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، الكلب مفعول به، الواو واو الحالية، هو ضمير منفصل مبتدأ، لم حرف جزم، يطلب فعل مضارع مجزوم، وهو خبر مبتدأ، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ، منك متعلقا بالفعل يطلب شيئا مفعول به، والله أعلم بالصواب.